الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم، تتواصل منافسات هذا المساء، هذه الامسيه المشهوده هنا في ختامي المرموم لسباقات الهجن، حيث تجتمع الشعارات وكل المؤسسات، ونتمنى التوفيق للجميع. نهنئ هجن الشحانيه وهجن الرئاسه على فوزها في هذا المساء. وتتواصل الأشواط، حيث انطلق قبل قليل شوطنا الخامس وهو خاص للقايا البكار لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في هذا المحتفل، بل هذا الكرنفال وهذا المهرجان الاستثنائي، هذا المهرجان الكبير ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول. الشاهينية على مقدمة الشوط لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثاني تصل الوجبة لهجن أم الزبار بقيادة المضمر حمد بن محمد بن جرحب الملقب بالداب، بينما المركز الثالث من القادمة بل المتسللة تصل مذيار لهجن الرئاسة مضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون، بينما ينخطف المركز الثالث في هذه اللحظات من قبل انسجام من هجن أم الزبار مع محمد بن بخيت بن مقارح الصارم، يقدم لنا انسجام بهذا الانسجام والوئام التام ومعانقتها للمركز الثالث ومنه إلى المركز الأول، بينما المركز الرابع تصل مذيار لهجن الرئاسة المجازف يتابع مذيار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس من تتسلل في هذه اللحظات وتقتحم المركز الخامس وصلت مشكورة لهجن الرئاسة مضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في هذا الشوط، بينما الدخول والمركز الخامس من بدأت تتقدم الحرقة لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل، من خطف الرموز المفتوحة في هذا المساء بن عقيل أبدع وأمتع كمضمر مع هجن الشحانية، فتهانينا للأدعمي ومحبين في كل مكان. بينما التغيير في هذه اللحظات على مقدمة الشوط الشاهينية لهجن العاصفة، ولكن التسلل على حساب الشاهينية من قبل من تسللت في هذه اللحظات انسجام لهجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح الصارم، يقدم انسجام ولكن المجازف يصل مع هجن الرئاسة وهجن العاصفة تصل والشحانية تتسلل في هذه اللحظات مع الحرقة لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ناخذ تقريبا أحد المنحنيات إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية في ختامي المرموم، هذا الختامي اللي غير المرموم 2024 غير توقيتات زمنية، حضور كبير للملاك، منافسات حامية الوطيس بل مشتعلة في أرضية الميدان في جميع الأشواط مع هذه المؤسسات، ولكن نعود إلى هجن الرئاسة إلى الأحمر، من يتقدم في هذه اللحظات من أيضا مع أقل من كيلوين عن خط النهاية، بدأ الأحمر يشكل الخطورة في هذه اللحظات، بدأ العنابي بالملاحقة وبدأت هجن العاصفة، بدأت هجن العاصفة أيضا تتدخل في هذه اللحظات، ولكن يرصد هذا التسلل الملموس والخطير من الوجبة أول نداء للوجبة لهجن أم الزبار الداب في عملية التضمير حمد بن محمد بن جرحب، بينما شاهينية العاصفة على المركز الرابع بقيادة غياث الهلالي، المركز الخامس لهجن الشحانية مع جار الله بن عقيل، وإني أرى شعار يتدخل في هذه اللحظات الشعار الأخضر محجوب الرقم، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول بن زيتون وهجن الرئاسة، بن زيتون وهجن الرئاسة، المعركة حورية تتسلل لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى بقيادة علي بن خلفان الشاوي في التضمير، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مذيار
مذيار، ولكن التسلل والانطلاق من قبل انسجام ومذيار، انسجام ومذيار، وتحركت الوجبة، وتحركت الوجبة. طار الشوط في هذه اللحظات الثمانمائة متر الأخيرة، ياهو شوط، الله يا سلام، معركة اللقاية، معركة اللقاية. كل الأشواط الليلة معارك، كل هذه الأشواط إثارة، ولكن انسجام، انسجام، انسجام. تسللت إلى مقدمة الشوط، طارت انسجام بالمركز الأول بمتابعة بن برقان، أحد أخطر وأشرس وأعنف المضمرين، وأعنف المضمرين. ابن برقان مع هجن أم الزبار، مع محمية إنتاج أم الزبار، هذه المحمية التي انتزعت رمزا في هذا المساء، وانتزعت رموزا من هنا وهناك، ولكن الشحانية، ولكن الشحانية تهاجم باسمين، تهاجم باسمين. أول الواصلات شهبار، 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 لا عليها غبار، والفوز مع شهبار لا غبار عليه. طارت شهبار بالمركز الأول لتكمل نواميسي ومسلسل، هذا الشعار في هذا المساء. شهبار تنتزع هذا الشوط مع البرنس، مع جر الله بن عقيل، سلام البرنس، سلام، سلام لهجن، الشحانية سلام، شعار عسيلة وشعار لهوب وشعار أيضا، والتوقيت الأفضل. إذن تهانينا لهجن الشحانية، سلام شهبار، سلام، تختطف المركز الأول وتنتزع الفوز، سلام لشهبار، سلام، وتهانينا للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني الحرقة لهجن الشحانية أيضا مع جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث، المركز الثالث انسجام لهجن أم الزبار مع محمد بن برقان بن مقارح. المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت منارة لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون. وخامس المراكز، المركز الخامس اللي وصلت فيه نوعية لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. والتوقيت الزمني لشهبار 7 دقائق 22 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني الحرقة قطعت المسافة في 7 دقائق 23 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الشحاني، والتهاني لجار الله بمحمد بن عقيل. المركز الثالث انسجام قطعت المسافة في 7 دقائق 23 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لمؤسسة انتاج أم الزبار، والتهاني موصولة لمحمد بن برقان بن مقارح. وينطلق في هذه اللحظات الشوط السادس، وأرحب بأخي